ولمناقشة ما قدمه الكاظمي بعد تسنمه رئيسا للوزراء على المستوى السياسي والاقتصادي والحقوقي، ينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة الباحث السياسي العراقي زيدون الكناني. أستاذ زيدون، مرحبا بكم. يعني بداية، قبل الدخول في تفاصيل تسنم مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء، بما يختلف تشكيل حكومة الكاظمي عمن سبقها من تشكيلات حكومية، حتى أن البعض يعني ربما بنى آمالا عريضة وكأن حكومة الكاظمي هي الأمل الأخير في إنقاذ العراق؟ أولا مساء الخير عليك أستاذ محمد وعلى المشاهدين الكرام. بيك أستاذ زيدون. كما يعلم الجميع، تمرير حكومة الكاظمي جاء بتوافق أغلبية الأحزاب الحاكمة الشيعية والسنية والكردية، بالعكس من التسريبات الإعلامية التي كانت تزعم بأن محمد توفيق علاوي رفض المحافظة لتشكيل الحكومة، وبأن عدنان الزرفي بعده كان الرجل المناسب لمواجهة الميليشيات المسلحة. لذلك من الغريب جدا بناء آمال على شخص توافق عليه قادة المحافظة والفساد في العراق الذين كانوا وما زالوا الهدف الرئيسي للتظاهرات. نعم أستاذ زيتون، يعني على مستوى البرامج الحكومية، هل تعتقد أن الكاظمي ربما قدم وأيضا حكومته قدم برنامج يمكن التعويل عليه للخروج من الأزمة التي تعصف بالعراق، خاصة الأزمة الاقتصادية والأمنية والسياسية والخدمية أيضا؟ بصراحة أستاذ محمد، من الغير معقول أن نطلب اللا معقول من حكومة الكاظمي. نعم. فهي أولا شكلتها منظومة الفساد نفسها القائمة على المحافظة. طيب. وثانيا الأزمة الاقتصادية الحالية عالمية بعد تراجع أسعار النفط، وتعاني منها دول كثيرة. لكن الأزمة في العراق أعمق، لأن الدولة مخترقة من قبل كيانات سياسية تعتاج على الفساد المالي. فبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن حل الأزمة الاقتصادية أو السياسية في العراق ما دام تدخل دول الجوار قائما لحد هذه اللحظة. نعم أستاذ زيدون، الكاظمي يعني الجميع أقر بأنه تنتظره صعوبات، منها انخفاض أسعار النفط الذي سيؤثر على الاقتصاد العراقي، باعتبار أن النفط هو المورد الوحيد ويشكل 97 إلى 98 من واردات العراق. أيضا هناك مشكلة جائحة كورونا، أيضا رواتب الموظفين، أيضا مطالبات شعبية بتغيير جذري في العملية السياسية، وأيضا تغيير وجوه المتحكمين في العراق منذ 17 عاما. لكن هنا السؤال أستاذ زيدون، هل يمتلك الكاظمي الإدارة والقوة على تخطي هذه العقبات؟ أخي الكريم، سؤالك يحمل جوابه. نعم. لن يحدث أي تغيير جدي في ظل الحكومة، في ظل حكومة الكاظمي، لأنها مقيدة بسلاسل الأحزاب الفاسدة، وحتى لو كانت لدي عصا سحرية سيكسرون هذه العصا على رأسك. لكن ربما تكون حكومة الكاظمي أفضل من حكومة عبد المهدي التي ليس هناك أسوأ منها حاليا. وايضا بسبب هذا يعود بسبب ضغوطات المظاهرات على الراي العام والشان السياسي العراقي. لن ننسى بان ثوره تشرين وتضحيات ثوار تشرين هم الذين قلبوا الطاوله على المعادله الجيوسياسيه الاقليميه والدوليه بما فيها التدخل والهيمنه الامريكيه على الاقتصاد والسياسي العراقي. هم الذين اجبروا ان تتغير عده حكومات ويفرضون على الحكومه المحافظه وعلى احزاب الاسلام السياسي العراقي بأن يقدمون برامج جديدة يليق بمعيار وحقوق الشعب العراقي التعليمي والصحي. أستاذ زيدون، هناك من يزعم أن الكاظمي في تشكيلة حكومته تغلب على المحاصصة الطائفية، ما مدى دقة هذا الطرح؟ لا أبدا، حكومة الكاظمي تأسست على نطاق المحاصصة الطائفية حالها حال كل أحزاب العراق ما بعد 2003. هو بنفسه قادم من احزاب تمثل بانها احزاب شيعيه وهي لم تخدم المجتمع الشيعي في العراق، ورئيس البرلمان هو نفسه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئاسه الجمهوريه بقت تحصل الاكراد. فالمناصب السياديه بالعراق لحد يومنا هذا تمارس نفس انقسام الطائفي والعرقي، ورأينا ذلك، رأينا نفس الشيء بالكابينة الوزارية، وهذا يعكس على استمرار الفساد، استمرار نظام المحافظة في حكومة الكاظمي أو بعد حكومة الكاظمي. طيب. الطريقة الوحيدة من التخلص من منظومة الفساد والمحافظة هي أن نتخلص من إعادة كتابة الدستور
والأحزاب التي فرضت هذه المحافظة على الشعب العراقي. أستاذ زيدون، إذا ما تحدثنا عن السيادة العراقية التي فقدت منذ عام 2003 تاريخ احتلال العراق وغزوه، لكن هنا هل يستطيع الكاظمي الخروج بالعراق من العباءة الإيرانية؟ القوة الوحيدة التي باستطاعها مواجهة الهيمنة الإيرانية وهيمنة أي أجندة خارجية في العراق هم الشعب العراقي، وهذا يعني ثوار تشرين أثبتوا ذلك الشيء. اليوم الكاظمي زار هيئة الحشد الشعبي، نعم، بعد أن وعد الناس بأنه سيعمل بكل ما يستطيع بحصر السلاح بيد الدولة، نعم، وهناك تسريبات تقول بأنه سيعمل عن أن يقسم الحشد ما بين حشد الفصائل الموالية لإيران وحشد الفصائل الموالية للعراق أو للعتبات. لكن كما ذكرنا بالسابق لا شيء يدل على 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 حكومة الكاظمي بأن تكون مختلفة عن الحكومات التي سبقتها، والسيادة العراقية هي جزء أو هي من أهم الأشياء التي جعلت الثوار والمتظاهرين السلميين أن يخرجوا إلى الشارع اليوم في العراق. فالسيادة العراقية ليس فقط منتهكة أمنيا ولكن منتهكة اقتصاديا. مصانع العراق اليوم مغلقة من أجل أن تستورد البضائع من دول الجوار. الثوار تشرين يريدون أن يعيدون مصانع العراق، يريدون أن يعيدون الاقتصاد العراقي، يريدون أن يعيدون ويصنعون فرص عمل للشباب العاطل عن العمل بعد جهودهم الطويلة في الدراسة. طيب أستاذ زيدون، لو بنينا على ما تفضلتم به، إذن الكاظمي لن يستطيع إنهاء الميليشيات وأيضا لن يستطيع حصر السلاح بيد الدولة، إذن ما هي الحلول يعني ربما التي سيلجأ إليها الكاظمي لتنفيذ برنامجه الحكومي؟ تنفيذ برنامجه الحكومي لن يستطيع أن يحصل مهما كان، حتى لو خرجنا عن قراءة موضوع حصر السلاح بيد الدولة وخارج الملف الأمني. أي برنامج حكومي لن يستطيع أن ينجح مهما كان برنامج قوي وغني على الورق ما دام يتم بقاء منظومة الفساد ونظام المحافظة، وتبقى نفس الأحزاب التي تحكم العراق وسرقت أموال الشعب العراقي هي نفس الأحزاب التي موجودة في مجلس النواب ونفس الأحزاب التي تحكم العراق ومحافظات العراق. أستاذ زيدون، على مستوى المطالبات الشعبية أصبح محاكمة قتلة الثوار هو أحد المطالب الرئيسية التي ينادي بها الشارع، كيف تقيمون اللجنة التي شكلها الكاظمي للتحقيق في قتلة المتظاهرين؟ هل ستؤتي أكلها؟ هل ستنجح في ذلك في مهمتها؟ طبعا جميعنا نعرف أن قتلة الثوار هم عصابات الأحزاب التي تتشكل منها الحكومة، ولذلك سيتم تمييع هذه القضية ولن يحاكم أحد. ليس من الصعب التعرف على قتلة المتظاهرين، وهنالك فيديوهات لأفراد من الميليشيات يهددون ويعترفون بعنفهم اتجاه المتظاهرين السلميين. أستاذ زيدون، إذا ما خرجت اللجنة، لنفترض جدلا خرجت اللجنة بإدانة كبار قادة الميليشيات والقوات الحكومية، هل يمتلك الجرأة والقوة مصطفى الكاظمي بمحاسبة هذه القيادات؟ حكومة الكاظمي عمرها أقل من شهر، فمن الصعب قراءة شخصيته أو النوايات، ولكن حتى لو خرجت هذه اللجنة فلا أظن أن البيئة السياسية العراقية تتحمل بأنه يخرج رجل رئيس وزراء يعتبر بحسب المحللين ضعيف أمام هوامير السياسة العراقية الحالية، بأنه سيؤسس لجنة ستحاكم كل من قتل المتظاهرين في العراق. من الدوحة الباحث السياسي العراقي الأستاذ زيدون الكناني، شكرا جزيلا لكم.